ما بتعمل تمرين؟ ما بيصير في عندي تمرين بالترموسايفون افكت وبس فقط بالبامبنج ريت وقت تكون البامب عم تشتغل دواره ساعتها بيصير في عندي ريسبيريشن. فانا ساعتها بالبامب الانستنت باي بكون عم سخن الشافت بس عم سخن كل الشافت مش عم سخن الشافت بمنطقه الامبيرز وعم برضه بمنطقه الميكانيكا. اوكي؟ فهي هي الفكره انه انا بالبايبنج بلاند 33 in some cases ممكن اخلي يكون في عندي ترموسايكل in other cases ممكن يكون عندي البامبنج رينج اللي هو بيعمل لي ريسيركيليشن للكولر. وبرجع بقول كمان بالبايبنج بلاند 33 as per بايبنج بلاند 31 انا ممكن يكون عندي مشاكل بس بالكولر في الفكره اللي كنا عم نقولها مع الاستاذ احمد انه ممكن عم يصير عندي كلوبينج من كل السكيز اللي بيجي من البايبنج فلازم اعمل انا سكجولينج للكولر على طول انه انا حط كولر على كل سنتين مثلا لازم اروح على الكولر وافتحه ومقفول وشغله. هذه هي البريفنتيف مينتنس المطلوب لهذا.